اسماعيل كابتن خالد ديبو على مشاركه عبد الله السعيد. الو كابتن عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم، الله يخليك. مبروك. الله يبارك فيك، الله يخليك. مبروك يا كابتن عبد الله. كابتن طه اسماعيل وكابتن خالد ديبو، الف مبروك يا عبد الله. الف مبروك، اول بطوله مع النادي الاهلي. طبعا اسعدتونا وشرفتونا والله، وطولتوا رقبتنا. والله يعني والله الحمد لله، الحمد لله التوفيق من عند ربنا، الحمد لله مع النادي الاهلي، الحمد لله قدر احقق بطوله مع الفرقه، الحمد لله الواحد مبسوط بيها، والحمد لله الواحد كان كله اصرار مع الفرقه ان هو يقدر يحقق البطوله، والحمد لله ربنا كرمنا في الظروف اللي احنا فيها الفتره الاخيره دي، عندها روح، والنهارده الحمد لله الملعب كان في روح عاليه، الحمد لله بسبب التركيز والروح يا رب ان شاء الله تكون بطوله سعيده على مصر كلها. كنا تفرح قد ما احنا مصريين ان احنا نفرح الناس، والظروف الصعبه اللي احنا فاتت علينا دي في الفتره الاخيره، فالحمد لله ربنا كرمنا، والحمد لله مبروك لمصر كلها. الحمد لله. اكيد عبد الله استاذ ابراهيم المنيسي انضم لنا، يعني تبارك لعبد الله السعيد طبعا. الف الف مبروك، الف مبروك يا كابتن عبد الله. الله يبارك فيك يا دوري، الله يخليك. الف الف مبروك، والحقيقه انا يعني ما اقدرش اضيف حاجه بعد اللي الدكتور طه قاله، ان انتوا فعلا طولتوا رقبتنا كلنا. والله الحمد لله، الحمد لله، يعني احنا كنا زي ما قلت لحضرتك، والله كان تركيزنا فعلا في كرة في مصر، وكرة ان فعلا الكرة يعني سبب ان الفترة والظروف اللي البلد فيها، والحالة الظروف اللي فيها، وكان اخر حاجة الحادثة بتاعت القطر ده النهارده الصبح. كنا يعني لما سمعناها كانت بتزودنا اصرار اكتر، ان احنا يعني الظروف اللي فيها، وكل يوم يعني كل شويه بيحصل حاجه، الناس حزن الناس دي، كنا الحمد لله بتزودنا اصرار ان احنا يعني بنكلم بعض يا جماعه، مش نطلع عشان جمعه علشان خاطر، لا كنا ناخد بطوله عشان خاطر الناس بتفرح، يعني عشان خاطر الظروف اللي احنا فيها، والحمد لله يعني الحمد لله كان اهم حاجه ان احنا نفرح الشعب المصري، يا رب الناس تكون فرحت، الناس تكون فعلا رفعت راسها، وان الكوره المصريه ان شاء الله تطير وترجع ان شاء الله زي الاول. برضه في نقطه ثانيه، النقطه قبل ما تنزلوا الماتش كنت تتوقع هذه السيطره للنادي الاهلي، انت واللعيبه تتوقع انكم تبقوا متحكمين في الجيم بالطريقه دي، يكون اداء الاهلي بهذه الطريقه برغم ان هم يعني يعتبروا كسبانين 1-1، يعتبر هو متقدم على النادي الاهلي. فعلا هو الكلام كله كان قبل الماتش ان احنا يعني الحمد لله بنبقى يعني من اقوى فرقه في البطوله فعلا لما بنلعب كوره على الارض. تمام. في الماتش الاولاني كان يعني هو جارونا اللي لعبوهم هم بالكور العاليه دي، هو احنا كنا يعني لعبنا شويه العرب بيضطرك انك تعلي الكوره تلعب جوه ال 18 الكوره، هو قدر ان هو يضطرنا ان احنا نلعب على لعب ونلعب الكوره العاليه، وده مش ميزتنا احنا، كان ميزتنا ان احنا نلعب كوره ملعب كبير، وقدرنا ان احنا عرفنا لبعض، وان احنا اتكلمنا مع بعض احنا كلعيبه ومع الجهاز ان احنا نلعب كورتنا على الارض، وان احنا نهاجم نلعب مفيش خوف، بنوصل ونجيب الاولاني، وكلامنا مع بعض بعد الجون الاولاني ان احنا يا جماعه ناكد بالجون الثاني، يعني مش كلام ان احنا خلاص جبنا جون بقى ونقف فوق، لا ممكن نلعب كورتنا، يعني الحمد لله يعني زي ما انت شايف 90 دقيقه بنحاول نلعب على الارض بنوصل بكوره بالظبط، دي حقيقه استحواذ 90 دقيقه عالي جدا، الحمد لله هو ده اللعيبه لازم تطلع بيه النهارده، ان احنا يعني نلعب كوره الارض هي دي اللي بنقدر يعني نحقق بيها كل حاجه، ويا رب ان شاء الله نقدر يا رب. مبروك يا عبد الله، نحققها كويس. عبد الله مبروك، الله يبارك فيك يا كابتن، الله يخليك يا كابتن. مبروك عبد الله، والنهارده شفنا كمان حاجه جميله جدا، ان ما كانش فيه تقايض بالمراكز بينكم انتوا الثلاثه وانتوا الاربعه، وليد سليمان بيلعب ناحيه الشمال، انت بتروح ناحيه اليمين، اي مكان بتتحركوا مع بعض، ده اكيد كنتوا بتتكلموا مع بعض كتير جدا، واكيد شايفين بعض. الحمد لله احنا يعني كنا بنتكلم ان انا وليد ان احنا نغير، يعني كنا بنتكلم ان احنا نغير مع بعض شويه، انا اروح ناحيه اليمين شويه، وفي كان في حاجه الكوره لما تبقى ناحيه وليد كنت انا بنزل شويه تحت الفرودين، يعني اجي في الحته الفاضيه اجي في الحته اللي تحت دي، فالحمد لله كنا بنقدر نعملها كويس، ان احنا كان في حريه حركه، كابتن حسام كان مدينا حريه حركه الحته اللي قدام، ان احنا نتحرك براحتنا نقرب لبعض ونلعب كوره ان احنا نقدر نوصل بيها، الحمد لله قدرنا نعمل ده، ان احنا حققنا يعني فرص كتير، وقدرنا نخلق فرص كتير ان احنا نوصل وكده، والحمد لله الحمد لله بنحمد ربنا على الاداء وعلى المكسب الحمد لله. الاهلي بس قدر اللي بيلعب في النادي الاهلي انه دايما يبقى جاهز، يعني كلها اسبوعين وفي ان شاء الله كاس العالم للانديه، الجمهور برده سينتظر مركز افضل من الثالث اللي حققه النادي الاهلي قبل كده، فده قدر يا عبد الله انك دايما تبقى على استعداد، دايما تبقى جاهز ان شاء الله.
طبعا طبعا كله طبعا كله مرتب ان شاء الله، ان احنا يا رب باذن الله ربنا يكرمنا ونرجع كده ما نرجع التدريبات، ان احنا نبقى كله مركز ومستعد ان شاء الله لبنان، ان احنا نقدر نعمل حاجه في اليابان ان شاء الله باذن الله. اشكرك عبد الله والف مبروك. شكرا. الله يبارك فيك. الله يخليك. الف مبروك يا عمده ليسي. نعم.